جرثومة العنف لم تغادر جسد السياسة السودانية. أحزاب تتوسل للسلطة عبر صناديق الذخيرة، لا صناديق الاختراع. محاولات انقلابية طائشة تقابلها محاكمات ميدانية باطشة. في عهد الرئيس جعفر نميري الممتد من مايو 1969 إلى إبريل 1985 سالت كثير من الدماء على بلاط السياسة السودانية. كانت البداية ودن أوباوي، الجزيرة أبا، بيت الضيافة، محاكمات الشجرة. كان الختام محمود محمد طه على حبل المشنقة. أهلا بكم. إذا كانت ودن أوباوي هي مسقط رأس نميري، فقد كانت أيضا الشاهد على صدام دام له مع طائفة الأنصار التي نشأ في كنفها. أما المئات بالجزيرة أبا فقد كانوا الضحية لصراع عنيف بينه وبين طائفة الأنصار. ولاحق رصاص مايو زعيم الطائفة الإمام الهادي فقتله على الحدود السودانية الإثيوبية. ثم انتقلت دورة العنف الدامي إلى داخل مجلس قيادة الثورة، فأعدم النميري 3 من أعضائه ومعهم قيادات الحزب الشيوعي. ووصفت الإعدامات التي قام بها نميري بنهاية عهد التسامح في السودان. ثم دارت آلة العنف لعامين على التوالي، ففي العام 1975 حاول المقدم حسن حسين الانقلاب على النميري ولكنه أخفق فأعدم مع مجموعة من العناصر المشاركة، وهو ذات المصير الذي لقيه بعد عام العميد محمد نور سعد وعدد كبير من المشاركين في محاولة الإطاحة بالنميري عرفت وقتها بغزو المرتزقة. في فترة الثمانينيات ومع بداية الانهيار لحكمه وميلاد الأحداث الجدلية أعلن تطبيق الشريعة وأعدم محمود محمد طه زعيم الحزب الجمهوري بحيثيات ومحاكمات أثارت الكثير من الجدل. ستة عشر عاما من حكم الرئيس جعفر نميري شهدت أحداث عاصفة ووقايع دامية. كان الصراع على أشده، جميعهم من حاكمين ومعارضين لا يرون في المليون ميل مربع سوى مقعد وسير بالقصر الجمهوري. حاكم متشبث بالمقعد يفعل كل شيء للحفاظ عليه، معارضون يزعون لانتزاع المقعد مهما بلغت التكلفة أو كانت الوسائل مشروعة أو غير مشروعة. العنف السياسي لازم حكم نظام مايو منذ البدايات حتى مشارف النهايات. هل كانت شخصية جعفر نميري العامل الأساسي في حدوث كل ما حدث من قتل ودماء؟ هل كان جعفر نميري بطبعه ومزاجه قاسيا ودمويا؟ خامس إلى أقصى حد، بالذات عندما يشعر بأنه حوصر. يعني أنا أعتقد أنه لو رجعت بالذاكرة إلى لحظات معينة في الأحداث اللي أنا ذكرتها لك دي تكتشف أنه ما زاد عنف نميري إلا في اللحظات التي يستشعر فيها خطر حال، خطر ماثي. ففي الحالة دي عليك أن تتطور البدع في سلوك نميري. الشخصية العسكرية بين قوسين بتميل إلى القوة وبتميل إلى يعني الحسم في كثير من القضايا. هذا الجانب لو وضعناه في السياق السياسي بيكون عندنا إشكالي، ولذلك إنه دائما السؤال الأساسي إنه هل الشخصية العسكرية تصلح للتفاعل السياسي؟ هي دي إشكالياتنا، يعني باعتبار إنه التفاعل السياسي لحد ما ناعم والشخصية العسكرية فيها
يعني جزء مسألة التعليمات الحدية الحسم القضايا هذه لما تجي في صياغة النعومة بتاعت العمل السياسي بتظهر كثير من المواقف ممكن نصف بأنها فيها جزء من العنف. لا يمكن فصل تصرفات نمير العنيفة عن تركيبته الشخصية، فهو أيضا معروف في شبابه بأنه كان عنيفا تجاه خصومه أو تجاه الذين يعادونه، ولكن هذا العنف تم تأطيره داخل الكلية الحربية وأصبح موجها ضد أعداء البلد. العنف في فترته جزء مسؤول منه وجزء كان فيه ردود فعل، لكن عموما هو كان يعني عنده درجة من السادية، نقدر نقول أنه عنده درجة من السادية. يعني حكى لي المرحوم أحمد عبد الحليم أنه دعاهم يتغدوا معاه وصلوا معاه في ودنباوي، هو ومعاه واحد زميل آخر كان وزراء، بعدين الساعة 3 قال افتحوا الراديو فهم جالسين معاه فهو عفاهم من الوزارة. أنا لا أظن أنه نميري كان يفتعل العنف. نميري رجل عنده حس أمني، والحس الأمني بيخليك بعض المرات تتصرف تصرفات هوجاء يعني لا تتفق مع المنطق، فهو لما يحس بأنه في خطر على نظامه قد يذهب إلى أبعد مما يجب. لا يمكن أن تكون شخصية نميري شخصية شاذة عن بقية البشر، كل إنسان فيه غريزة موروثة من قديم الزمان لاستخدام العنف، ولكن تتهذب من خلال الحضارة والتمدن والتقدم والقوانين والأعراف، فمتى ما أتيحت لبعض البشر ممارسة العنف يتحولوا من مجموع من الناس الوديعين إلى مجموعة من القتلة والمجرمين. وصفه بالعنف ما دقيق يعني، لأنه يعني ما ظاهر، وبعدين بتجي روايات ما مؤسسة يعني، حكايات إنه عنيف مع خصوم ما أفتكر. اللي جايبه إنه رجل لطيف جدا، رجل وديع جدا، يعني مؤدب جدا لما يقعد يتكلم معاك، رجل حقيقي يعني ما بعين لك كده في. بعدين يعني ودود في معاملته وعلاقته مع الناس. من السهولة إصدار أحكام مطلقة وعامة تضع الرئيس السابق جعفر نميري في قائمة الدكتاتوريين الباطشين بخصومهم من أمثال هتلر وموسوليني وبونيشيه وصدام حسين ومعمر القذافي. كثيرون يضعون جعفر نميري في تلك القائمة الحمراء، ولكن من المهم بالوقائع والتفاصيل معرفة إن كان العنف الذي وسم حكم جعفر نميري عنفاً دفاعياً اضطرارياً يكتسب مشروعيته من الدفاع عن الذات والحكم، أم هو عنف عدواني مصدره الاستبداد وطغيان السلطة والرغبة في القضاء على المنافسين والخصوم بأنجز الوسائل وفي أسرع الأوقات. هو عنف عدواني أكيد. أول حاجة أنتوا برنامجكم مسمينه نميري مظلوم أو ظالم، أنا بقول نميري سفاح أم حاقد، ده اليد بالنسبة لي. أما بالنسبة لموضوع العنف هو أكيد عنف، وفي كتاب أنا بزار ألخصة في كتاب طلع أخونا حسن الجزولي اسمه عنف البادية، ده معبر لو الناس رجعت له حتعرف مدى العنف بتاع نميري. عنف عدواني ديفينتلي أكيدا. السؤال الأساسي إنه هل الشخصية العسكرية تصلح للتفاعل السياسي؟ هي دي إشكالياتنا، يعني باعتبار أنه التفاعل السياسي لحد ما ناعم، والشخصية العسكرية فيها يعني جزء مسألة التعليمات الحدية الحسم القضايا هذه لما تجي في صياغة النعومة بتاعت العمل السياسي بتظهر كثير من المواقف ممكن نصف بأنها فيها جزء من
العنف، ولكن صعب جدا انه ننسبه للشخصيه. ممكن انه يكون في اطراف ثانيه هي وصلت القائد في اللحظه دي لاتخاذ قرارات، ودي موجوده كثير جدا حتى في الواقع السياسي المشابه لنا في مناطق غير السودان. اعتبر اعضاء مجلس قياده الثوره وخاصه مجموعه نميري ان اي عنف لفظي او عنف خشن هو موجه للدوله، وبالتالي فان العنف الذي يمكن العنف في فتره نميري ابتداء يمكن ان نصفه بانه كان عنفا دفاعيا. ولكن هناك سؤال، ألم يكن الانقلاب في حد ذاته عنفا ضد الأحزاب التي ناصبته العداء فيما بعد؟ بالتأكيد هو أيضا عمل عنيف. أنت كده بتساوي بين نميري وبين خصومه العاديين، خصومه كبشر كبني آدمين سياسيين عاديين يعني مواطنين، وده ما صحيح. الصحيح إنه الحاكم عنده الفرصة بتاعة العنف المشروع لأنه في يده في الدولة بقبضة وقبيضة، وخصومه ديل ما عندهم عنف مشروع، العنف اللي بيمارسوه هو عنف غير مشروع، فالصحيح إنه هو يمارس العنف المشروع. في فترة مايو حصلت أحداث كان فيها عنف، والأحداث دي حقائق ومعلومات وإحصاءات غير معروفة للشعب السوداني وللمواطن السوداني. فمثلا أحداث الجزيرة آبا، أحداث واد نباوي، أحداث الشيوعيين في انقلاب 19 يوليو كان ردود الفعل عنيفة، لكن اللي شاهدوا الأحداث بيعرفوا إنه نميري كان بيتخذ قرارات قاسية في الأحداث اللي حصلت وذكرتها دي، لكن قسوته كانت دفاعا عن الوطن كمان. في البداية كان العنف عنف ناعم تصاعد مع المقاومة التي واجهها النظام في الجزيرة أبا والنباوي، وأفرط النظام في عنفه في مواجهة هذه الحركات، ولكنه مارس العنف بإفراط أكثر في مواجهة حركة 19 يوليو وانتفاضة شعبان 73، ثم في مواجهة ما سمي بحركة المرتزقة في 76، حيث أعدم النظام مئات من الشباب دون أن يقدموا إلى محاكمات. النظام مايو ذاته أصله ما يعني ما بادر بالاعتداء ولا بادر بالعنف، هو كان كل التصرفات اللي تصرفها وتبدو للناس أو يصفوها الناس بأنها عنف هي كانت دفاع، وكانت رد فعل أكبر. تسقط الأنظمة أو تتلاشى في مجرى التاريخ، ويرحل الحكام العادلون والطغاة. تقدم الشهادات بعضها عن صدق وآخر عن مجاملة أو غب. الرئيس السابق جعفر نميري وهو يختار الوسائل والطرق لمواجهة الخصوم والأعداء، هل كان في ذلك يعبر عن شجاعة في طبعه أم يكشف عن جبن وخوف خفي؟ لو هو قوي وما ضعيف بني آدم إنه هو يستعمل سلطة الدولة في العنف المشروع بالقوانين بتقديمهم للمحاكمات بكذا بكذا، لكن ما ممكن العمل في وادي الحمار في يعني ناس 5 سبتمبر شهداء 5 سبتمبر، والعمل في محمد نور سعد وغيره من شهداء 2 يوليو، والعمل في شهداء 19 يوليو، ده يدل
على ضعف شخصية نميري ما على قوة. الشجاعة هي التصرف الحائط أو التصرف الذكي، التصرف اللبق حيال الأزمة، حيال المحن، حيال يعني أحدق بك أزمة مشكلة، دي الشجاعة. يعني الشجاعة دي مش إنك أنت عندك عضل أو إنك أنت ممكن تصرع يعني زول أضخم منك أو كذا، الشجاعة هي دي. قد تقول حالة خوف لكن ما بتقول جب. لو أنت في الموقع ده وقواعدك كلها بتهتز هتعمل إيه؟ يعني قصة جبني دي ما واردة، هنالك غالب ومغلوب وبس. الجانب السلبي في شخصية نيمي فهو الخوف. يعني أنا أعتقد أنه الشخص اللي بيمارس ممارسات زي العمل النيميري في لحظات تاريخية معينة ضد خصوم انقلابيين، ضد طلبة زي ناس عباس برشم زي كذا، هؤلاء الشهداء يعني تدل على أنه هو يتسم بقدر كبير جدا من الجبن. لم يحدث أن تمت منازلة حركة سياسية بمثل ذلك العنف الدموي في تاريخ السودان الحديث، إلا حركة الإمام المهدي بعد هزيمتها في معركة كراري في العام 1898 وحركة 1924. وكان العنف في كل من الحالتين قد تم على يد الإدارة البريطانية. أما نميري والذين تعاونوا معه في تنفيذ المذابح التي وقعت في معسكر المدرعات في الشجرة بالخرطوم، فهم أول سودانيين يبتدرون العنف الدموي في معترك السياسة السودانية. وكان عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ وجوزيف غرانغ أول سودانيين مدنيين يعدمون في السودان تاريخه الحديث. البروفيسور محمد سعيد الجدال مؤرخ: لا أشعر بالندم أبداً على إعدام محمود محمد طه، ولو عاد محمود إلى الحياة مرة أخرى وأصر على أن يفعل مثل ما كان يفعل لأعدمته، ولو أن شخصاً آخر فعل مثل ما فعله محمود وكان لدي السلطة لأعدمته دون أدنى شعور بالندم. الرئيس الراحل نميري في حوار تلفزيوني لقناة أبوظبي قبل وفاته بعام. نميري والشيوعيون قصة بلون الدم ومذاق الفجيعة، تحالف على الحكم والسلطة لم يمضي بعيدا ولم يصمد طويلا. أراده الشيوعيون مطية لتحقيق الديمقراطية الاشتراكية، وأرادهم هو سندا شعبيا في مواجهة القوى الطائفية. اختلفت النوايا والطموحات فاصطدمت المواقف والتقديرات، فكان السلاح هو الخيار، وكانت النهاية بمجزرة بيت الضيافة ومحاكمات الشجرة. والصحفي اللبناني فؤاد مطر يكتب: الحزب الشيوعي نحروه أم انتحر، ويستمر الجدل بين الفعل وردة الفعل. من الضحية ومن الجاني ومن اختار المسار والطريق عبر بوابة الدم؟ شفناه بعد حركة 19 يوليو أو 2 يوليو 76، كان هناك إفراط في استخدام العنف. يعني لو ما المذبحة اللي حصلت في القصر بنفس الشكل ده ما كان العنف بتاع المحاكمات بيكون بنفس الانفعالات. يعني انت اللي بيخليك تمسك بندقية وناس قاعدين في بنات تقتل 30-40 بدم بارد، ما بخلي الجهة الثانية تعمل مثلا محاكمات بنفس العنف. فيما يتعلق بالشيوعيين وفي مرحلة الأنصار الأولى 1970 كان يمكن تفادي العنف بقليل من الصبر، فالانقلاب الذي قام به هاشم العطا في عام 1971 كان كمينا دوليا لاستئصال شأفة الحزب الشيوعي.
وكان بإمكان نميري وإمكان المجموعة المحيطة به أن يكتفوا بإعدام الأشخاص الذين قاموا بالفعل الرئيسي باعتبار أنه هذا تحدي لقانون القوات المسلحة. جعفر محمد هو الذي اختار العملية بتاعت الدم. هو بدأ بالدم وفي يوليو بالدم وفي الشهيد محمود محمد طه بالدم وفي الجزيرة أبا بالدم بدأ دموي وانتهى دموي. كلام بيتقال يعني ما دقيق يعني دائما يقول لك نميري عمل لو تحصل أي حاجة تاني كأنما نميري ده بيشتغل براه. نميري كانوا معه ناس ومسؤولين في مواقعهم بيتخذوا قرارات يعني. لكن كل حاجة بيرميها في شخص ما يقول لك نميري عمل نميري قفل نميري كذا. وده كلام ما علمي ما كلام دقيق. لكن ممكن تقول النظام كله عمل. حزب شوي طلع يعني مجروح ومذبوح من فترة نميري. وأنا أذكر أنهم يعني أول ما طلعوا بجريدة الميدان السرية كانت يا عمال العالم اتحدوا والثأر لشهداء 22 يوليو. فيعني ده حكم تقريبا الآلة الإعلامية اللي بتكلم عنها. لكن عموما في خطأ في سياسة المعارضة بشكل عام. يعني أنا طلعت كتاب قبل كده اسمه عبير الأمكنة وعندي مقدمة ليه عن نقد الذهن المعارض. الذهن المعارض بيكتفي ب يعني الشخص الذي في القيادة. يعني على أنه شوين قتلوا وكذا وكذا ويعني نميري عمل فيهم كل هذه الأشياء. لكن عموما المزاج السياسي واحدة من أمراضه أن يركز على القائد الذي له السلطان. لا يمتد الأمر إلى الأبنية والبنيات والتراكيب السياسية. ولذلك تجد فيه تركيز على أنه قام تزوج ما عنده جنى طيش حنتوب كده. حاجات مرات فارقة حاجات مرات مسيئة حاجات مرات لا تنسجم مع مبادئ الإنسان الذي أدار هذه المسألة. فده ولذلك لما تنتهي عهده تجد أنهم يتربصوا به يعني جيبوا رجعوه لما كان في القاهرة سابوا شغلهم كله والديمقراطية كانت يعني تتقاذفها الأمواج وما كان عندهم شغلانية غير أنه يعودوا بنميري يمشوا على القاعات أي يلقوا اسمه يخرشوه وكده. أنا أفتكر ده مطلب دون الوسط مطلب يمكن فقير جدا. صفحة أخرى حمراء في سجل علاقة الرئيس جعفر محمد نميري بالقوة السياسية السودانية. نميري والأنصار أكثر من جرح ودنوباوي والجزيرة أبا وهجوم الجبهة الوطنية على الخرطوم وانقلاب حسن حسين ذبح وقتل وإعدامات ضحايا بلا أسماء ولا عنوان ولا قبور معروفة. والسؤال يتجدد هل كان بالإمكان تفادي كل ما حدث؟ أول حاجة انقلاب عسكري معناتها عنف جاءت أحداث الجزيرة أبا جاءت أحداث والنوباوي جاءت الشهيد محمود محمد طه يعني كل طيرة الفترة بتاعته هي دماء وعنف. يعني كان الشيء الوحيد اللي عنده اللي حافظ به على بقائه والظلم الظلم للمواطنين للشعب السوداني هو كان العنف والدماء. بس النباوي دي والنباوي ده في دورية من الجيش لكن تطلع الحاصل شلوه النباوي مسكوهم ضبحوه زي الشيخ. طيب الجيش ده بيقوى السلاحي بيقوى السلاحي دوري الزريك لو سكرت يبسط هيبته في كل مكان من السودان. يعني ما في النباوي بس في كل مكان في السودان إذا عدى على الجيش أو تحاول يعني تهين الدولة كده بيتعامل معك بالسوب اللي بيعرفه. العنف الذي مارسه ضد الأنصار والذي أفضى إلى استشهاد الإمام الهادي المهدي فإنه كان أيضاً بإمكان السلطة القائمة. وعندما أقول السلطة القائمة فقد كان نميري وصحبه في رحلة نيلية شكلت استفزازاً لجموع الأنصار على طول النيل الأبيض. وبالتالي كان بالإمكان أو إمكان السلطة القائمة آنذاك أن تتفادى قضية الاستفزاز
وأن تستمر في المفاوضات التي كانت بدأتها عبر عدد من الوسطاء لإقناع الإمام الهادي بفض المجموعات المسلحة التي كانت تحيط به داخل قصره في الجزيرة. في مواقف أقدم عليها ما كان مضطر أنه يعمل العملية دي لأنه ديل أهله، لكن في جهات دفعته يعني أو حرضته بالتأكيد أثرت عليه كبير جدا، لكن كان بيحاول بقدر الإمكان. يعني الناس دي بعض المواقع ما كانوا مرتاحين للقضية بتاعت ضرب الجزيرة. التيار اليساري يعني كان موجود، يعني كان ضاغط كثير جدا في على النمير، يعني باعتبار انه زي كانه انت ما عايز تعمل العمليه دي لانه زي اهلك ولا انت من انصار او كده. يعني كانت في حياه زي انا بعتقد نميري فيما يتعلق بسفك الدماء، يعني نقدر نقول في مراحل، المرحله الاولى بتاعت الجزيره ابا ودنباوي هو ما كان في القياده، يعني كان القرار لدى القوميين واليساريين الشيوعيين. لكن في يوليو 71 بدون شك كان رد فعل، لكن كان رد فعل عنيف يعني الذي اتخذه فيما بعد، يعني 2 يوليو 76 وغيره أيضا، و5 سبتمبر 75 ظهر درجة عالية من النزعة بتاعت سفك الدماء. يعني كان يمكن أن يتعامل بصورة أرحم لكن كان عنيف في يعني، فأظهر درجة عالية أيضا من الرغبة في سفك الدماء. تلك كانت انقلابات ومحاكمات، ولكن الروايات تحكي عن جانب آخر في تاريخ جعفر نميري والعنف، وهو الدخول في عالم الاغتيالات السياسية. في حوار لي مع مدير المخابرات في عهد مايو اللواء عثمان السيد، ذكر أن جعفر نميري فكر في القيام بحملة اغتيالات في أوساط قيادات المعارضة، ولكنه تراجع عن ذلك لسبب أو لآخر. نميري طرحها، يعني جابوا له مجموعة من الفلسطينيين وقالوا مستعدين يتخلصوا من المعارضة، سواء كان الشريف الهندي، سواء كان الصادق البهدي، سواء كان عمر نور الدايم وكذا وإلى آخره. وهو طرحها في فكرة، كفكرة في اجتماع، لكن الثلاثة رفضوها. ويمكن مما أخذ نميري على عبد الوهاب أن عبد الوهاب يتكلم في الاجتماع، يعني وكان حضروا عدد من الناس، لكن علي باعتبار العلاقة، يعني علاقة الجيش ليست علاقة القرابة بالمناسبة. علي نميري وعلى عبد الرحمن نميري يعني ما هما الاثنين يعني مقول ضماغلة، لكن ما أهل بعض. فعلي نميري مشى لنميري وكلمه قال لي أنا بعد ده أنا بشعر أنه أنا استمراري يعني في الأمن يعني لا أستطيع يعني أستمر في الأمن، لأنه التدخلات بقت كثيرة، أنت بقى عندنا ناس بيجيبوا لك معلومات وكذا وهذا وأنا تحفين. روايات أخرى وردت في كتب ولقاءات تلفزيونية، بعضها غريب وشاذ، مثل حديث قيادي فلسطيني قال لقناة العربية إن جعفر نميري قام بدور مشبوه عبر مسدس مسموم ترتب عليه اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر. النفي لهذا الحديث جاء على لسان أسرة عبد الناصر.
مع ذلك هل كان سلاح الاغتيالات ضمن خيارات جعفر نميري لتصفية الخصوم؟ وهل فعلها؟ الفترة بتاعت التعذيب كانت الفترة بتاعت الشيوعية، الفترة الأولى، يعني كان جابوا الألمان الشرقيين، والألمان الشرقيين هم اللي أدخلوا عملية التعذيب في جهاز الأمن. عندنا اثنين من إخواننا توفوا، الأخ غريب الله خليل كان سائق الإمام الهادي، والأخ الفاضل عوض، ديل أول ناس نفخوا في السجن، يعني في 69 اعتقلوا ونفخوا، يعني كانت أول ممارسة بتاع التعذيب. الممارسات دي جابوها، جابتها مصر عبد الناصر وجاب الألمان الشرقيين. انحصر العنف في جهاز أمن الدولة من خلال التعذيب، وبالذات التعذيب الذي تعرض له الباسيون في هذه، التعذيب الجسدي والمعنوي في دهاليز جهاز الأمن، والمعنوي كان بتقديمهم لمحكمة الردة التي قدم لها المرحوم الأستاذ محمود محمد طه وأعدم بمقتضى أحكام هذه المحاكم اللا شرعية ولا قانونية، وقدم 4 من البحثيين وبدأت محاكمة الفكر البحث. هذا كان عنف معنوي أيضا، وكان يقضي أيضا بتصفية للخصوم السياسيين تحت شعارات دينية. تعرف الناس اللي كانوا مسؤولين على الأجهزة بتاعت، يعني أخونا علي نميري، أخونا عبد الوهاب إبراهيم، يعني حتى لو في التفكير ده ديل ما بمكنوا بالحكاية، لأنه ديل ناس عندهم قيم وعندهم أخلاق وعندهم التزام، ما بخليهم يقدموا على قضية الاغتيال. ما بفتكر في الحركة، الحاجة الوحيدة طبعا اللي حدثت وكانت قريبة هي موضوع محمد مكي اللي هو اعتقل في لبنان وجاء به إلى الخرطوم وحصلته التصفية، لكن التفاصيل الكثيرة بتاعته يعني ما معروفة يعني لكثير من الناس، يعني لكن كواقع حدثت تصفية خصوم السياسيين كانوا عسكريين أو مدنيين، شيوعيين أو ديمقراطيين في 71 في يوليو، كان السلاح الوحيد بتاع بدل إنه هو كان قاعد في المحكمة شخصيا، ما غادره، هو اللي بيصدر يجيه الحكم، هو يغير ويبدل، هو الأصدر الأحكام يعني، فكان حريص إنه يصفي الخصوم تحديدا فيما يختص بالحزب الشيوعي اللي هي الجماعة اللي انقسموا من الحزب الشيوعي، أحمد سليمان ومعاوية وديل كانوا يعني عامل مساعد، زائد الأخوان المسلمين من حسن الترابي وإنت نازل، ديل كان عندهم مصلحة في إنهم يتصفى محمود محمد طه. ده كان رجل يحمل فكرة متقدم جدا، وفكرة هو لا ممكن يدعي إنه هو أكثر إسلاما منه عشان ما يقدمه باسم الإسلام. قبل عام وأكثر احتدم جدل كثيف عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول مدى صحة المعلومات التي تجزم بأن الرئيس الراحل جعفر محمد نميري كان يعاقب بعض وزرائه ومرؤوسيه بالضرب والاحتداءات الجسدية. هل كان يفعلها أبعد؟ أنا سمعت الكلام ده كثير طبعا، وقالوا الناس، وبعدين يعني كل ما الواحد فينا يسمع هذا الكلام في الأول بتردد إنه حل بيستحق إنك ترد عليه. يعني أنا كوزير مثلا كنت في مايو، يعني هل أنا أقبل إنه نميري كفتني ولا يضربني ولا كده؟ هل مش أنا يعني أي واحد من الناس اللي كانوا موجودين ذي؟ وبعدين الداعي لده شنو؟ أنت الوزير اللي بيكون عندك إذا فشل في عمله بتقيله، لكن ما جرت المثل إنك تضرب فلان وفلان، الناس بيقولوا الكلام ده وزي رددوه كثير جدا جدا. أنا شخصيا ما يعني
ما جربته وما بفتكر زملائي اللي كانوا معي كل الناس اللي عاصروا بما فيهم ناس من اليسار ومن اليمين ومن الوسط كل الناس اللي تعاملوا مع نميري يعني في الفترة الأولانية كانوا معاه اليساريين تاني الناس الوسطيين تاني بعدها الإسلاميين ما بفتكر يعني حصلت معاملة وإهانة لشخصي يمكن يكون يهزئهم كده لكن ما أعتقد ضرب فأنا أعتقد أنه هو كان بذيء في تعامله مع يعني مرة بيحكي سيد صادق قال له قاو في أثناء تعسر المصالحة الوطنية فتلاقوا في بريطانيا فقام قال له أنا شوف الناس المعاي ديل قال لي المتعلمين ديل احنا كنا بنخاف منهم بنفتكرهم حاجة كبيرة البروفيسورات والدكاترة ديل لكن بعد شوية لقينا أنه الواحد تقول لي فلان يقع 10 مرات قبل ما يصلك فأنا بفتكر إيه زول فيهم عنده حاجة ممكن تطلعها فأنا بدورهم أنا بدورهم كده أطلع منهم المفيد وبعدين أجدع البايظ حكاية أنه هو بكفت وبيعتدي على النبي بالعكس نميري كان في تعامله مع المتعاونين معه كان رقيق جدا وإنساني جدا وبعدين الكلام ده برضو الناس اتداولوه حتى بعد الانتفاضة اتداولوه واتنفى من حتات كثيرة يعني حتى الناس اللي قالوا مارس معاونا الحنف ده نفوه يعني كذب أولا اللي بيقول هذا الكلام لا يعرف من هو مزرعه نميري في ذلك الوقت نميري جاب وزراءه من قمة الخدمة المدنية من قمة الأكاديمية من المنظمات الدولية وما فيهم واحد يعني كسب شيء من وظيفته وأي واحد فيهم ترك ما انتظر في الظل عشان يعيد تشغيله إنما مشى للمواقع اللي جا منها ومواقع أحسن منها الشيء الثاني الناس بيظلموا نميري كثير لما يقولوا أنه بيضرب نميري ما بيضرب حتى العسكري بتاعه فكيف ممكن يقدم حاجة تانية يعني اللي بيقولوها اللي بيقولوا الكلام ده ما بيعرفوا أنه نميري رجل عنده حياء يعني من تجربتي معه في أي وقت عايز يقصي يحيل وزير للاستدعاء يحرص على أنه ما يقابل هذا الشخص لغاية ما يصدر قراره حتى لا يحرج فالنوع ده من الكلام أنا أفتكر أنه كلام سخيف ويعني الناس اللي يروجوه يعني ناس أسخف من السخيف محمود عبد الكريم الحمداي حالة الحنين لنميري ليست طبيعية كان حاكماً مستبداً كغيره من طغاة العرب ولكن هناك حالة متقدمة من التوهان والانحطاط بفعل تراكم الاستبداد لفترات طويلة أفقدت الإنسان ملكة التمييز بين الجيد والسيء حكم بعدل نسبي وضرب الطائفية بيد من حديد وله وللتاريخ مبررات وأثبتت الأيام أنه كان على حق نميري ظالم لا شك في ذلك وارتكب جرائم ارتبطت مباشرة بتهديد سلطانه لا أظنه مظلوما نميري حكم السودان لفترة طويلة 15 عاما أو يزيد لم يأتي إلى سدة الحكم عن طريق صندوق الانتخابات شهد عهده أزمات اقتصادية فظيعة وعانى الناس من نقص في المؤن والوقود وتفاقمت أزمة الجنوب وتخبط هو بين اليسار واليمين بدافع المصلحة من عاش ذلك العهد لن ينسى الذعر الذي كان يصيب الناس من محاكم العدالة الناجزة ونشرات الأخبار اليومية التي تحصي أسماء من قطعت أيديهم وأرجلهم بشكل يومي نميري لمعته أناشيد مايو بالأمس وصقلت سيرته إحباطات اليوم
الحديث عن العنف الذي صبغ سنوات حكم الرئيس جعفر نميري بدماء قانية لا ينتهي، والروايات والشهادات تأتي من هنا وهناك لتؤكد أو تنفي أو توضح، وكثير من الأسرار والمعلومات في طي الكتمان أو ضمن صواغط النسيان، ولكن قليلا من الضوء يكشف كثيرا من الحقائق ويتواصل البحث. جعفر نميري ظالم أم مظلوم؟